هنا سؤال يقول شيخنا: هل هناك علامات يمكن أن نعرف من خلالها أن الله قد رضي عن أحد من الناس وجزاكم الله خيرا؟ العبد مهما اجتهد ومهما أيضا رأى في غيره من اجتهاد وعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن عليه في هذا المقام ألا يزكي نفسه وألا يزكي غيره. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكننا نرجو الخير لمحسننا ونخاف على مسيئنا، أما أن يجزم لأحد بعينه بأنه فاز برضوان الله أو نحو ذلكم، فليس لأحد أن يقول ذلك إلا من جاءت الشهادة له بذلك، وما سوى ذلك فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. والعبد نفسه فيما يقدمه من أعمال ويتقرب به من قربات ينبغي أن يصحبها بالخوف ألا تقبل، كما قال الله عز وجل في صفات المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة كما في المسند وغيره: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن لا يعذب ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. نعم.